السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ كلشي بخير؟ كلشي مزيان؟ صحة مزيانة؟ كيف صحتو؟ كلشي بخير؟ أول حاجة شكرا بزاف على التعليق ديالكم، والله يحفظكم والله يكبر بكم كيف ما كتكبروا بيا. كيف عاملين؟ كلشي مزيان؟ عرفتوا اليوم غنبارطاجي معاكم عبايات مزيونين واحد الثمن خيالي، عرفتوا واحد التخفيض عملتو فيهم، شنقول لكم همزة بمعنى الكلمة. أي وحدة مدتها يا تندم عليها ديال بصح، علاش؟ حيتاش نتوما عارفين مرة كيعجبني هيدا نبارطاجي معكم شي حاجة بحال هيدا، كنعمل لكم واحد الثمن طايح فوق القياس، وهيما هادو اللي عاملة لكم هاد المرة هادي في العبايات، وإن شاء الله نشاركو معكم ونوريهم لكم. لذلك خليكم معايا حتى لاخر الفيديو، حيت هذا النهار عندي فيه بزاف ديال الحاجات ما نبارطاجي معكم. راه جبرتوني كيف لاحظتوا في الاول عدلت الفطور ديالي بالبيض وداكشي، وهنايا عدلت فطور اخر العمر والعلاء، حيت شهاو ياكلوا شي حاجه هيدا حلوه في الفطور هي هذيك، وجدت لهم الفطور وقلت لكم انا جبرتوني اليوم مش نصور العبايات في المحل، وخصني نصور جليلبات والقفيطنات واللبسات. المهم طيل هاد الايامات غنعمل لكم بروموسيون مزيون ونعمل لكم اثمنه مزيونه، وقررت واحد الحاجه، اي حاجه بارطاجي معاكم غنقول لكم الثمن ديالها صافي، هي كانت غاليه هي كانت رخيصه. هذا الشيء اللي غنعمل من هنايا الفوق، هذا القرار ديالي حقيقي. كيف لاحظتوا اول حاجه واول عبايه اللي غنبدا لكم بها هي هاد العبايه هذه. بالنسبه لهاد العبايه هذه محبوبه الجماهير، هذه بقات فيها بياسه وحده كتحمق، كتجي سلهم على هاد الشكل هذا، ممكن انكم تلبسوها بوحديتها وممكن انكم تلبسوها فوق اللبسة أو فوق القفطان، وكتلبس حتى بوحدة، يعني تقدر تلبسها تحضر بها، عرفتوا مين تدخل في الحضور داك العبايات ديال الأراكة من بعيد أي واحد غيشوف فيك، علاش؟ حيت كيجيو كيحمقوا. وعندك هادي عاوتاني، بالنسبة إذا كنتي كتلبس مثلا الميني واخا تكون محجبة وتكون كتحضر عيدة بحرية ديالك، مثلا في الحضور فيه غير نساء، بحال مثلا الشكل ديالنا هنايا في طنجة اللي كيكونوا حاضرين كيكونوا غير نساء مع بعضهم، ما كيكونوش مخلطين. ممكن انك تعمل مثلا شي كسيوة هيدا قسيسرة وتعمل العباية فوق منها، واذا كنتي مثلا كتحضر مخلطة ولا شي حاجة، المهم كل واحد وله الاختيار كيفاش غيقدر يحضر بها، او لما مثلا اذا ما كانتش الكاميرا بحال هاد الهضره اللي كنبغي نقول لكم، مثلا حضاره وما كاينش شي كاميرا وما كاينش شي نساغي بوحديتهم، ممكن انك تلبسها هيدا بالمين، عرفتوا كيفاش كتجي واعره واعره. وقولوا لي الثمن ديالها، ها هو كتشوفوا في الشاشه 500 درهم. هاد العبايات كاملين اللي كتشوفوا معايا عملت لهم هاد الثمن اللي هو فوق رائع، ماشي رائع، فوق رائع. انا عملتها هكا كتفتح، ماشي حتى راس المال ديالها وماشي حتى النص ديال راس المال ديالها. هادو عبايات ديال الامارات، شي حاجه خطيره وشي حاجه مزيونه ومختلفه. انا بغيت نعمل لكم هاد الاثمنه هادو بحكم انهم ما بقاوش عندي واحد الكميه كبيره، وزائد انكم نتوما كتستاهلوا، حيت عندي متتبعات غزالين بحالكم، والله العظيم الا كتستاهلوا ماشي خساره فيكم، وكنقول لكم يعني من قلبي من قلبي. شوفوا لي هاد البلوماري هذه عاوتاني كيف جات، وهذه فيها حتى الزيتي، المهم فيها شي لوينات، المهم زيونين اللوينات ديالها كاملين مزيونين. وشوفوا لي هذه بقات فيها بياسه وحده اللي بقات هي هذه، وهذه حتى هي كاينه بياسه وحده في الكحل، وكاينه جوج بياسات في الزرق، واحد لوين اخر حتى هو مزيون وعاطي العين. بالنسبه لهادو كيجيو داك بنيتات هيدا صغارين، ويجيو حتى البنيتات كبارين، مثلا هيدا كذا 30 عام، هذه يعني تقدر هيدا تلبسها بوحديتها تكون فشي حفله ديال النقيش اولا شي حاجه، تلبسها مبرده ومزيونه، تعمل تحت منها غير سبيدو هيدا، اولا بحال اللي قلت لكم اذا كنتي مثلا كتلبس الميني تعمل شي فليده هيدا قسيسره ولا شي كسيوه قسيسره
والله يجعل شي بركه. شفتوا كيفاش كتجي؟ شو هاد الزريقه ديالها عاوتاني كيف جات كتحمق مزيونه مزيونه. هاد الزرقاء عندي منها جوج واعرين. وبالنسبه للناس الجمله ما يدخلوش عندي ويقولوا لي واش كتبيعهم بالجمله، حيت هادو اقل من راس مالهم، يعني اللي بغاهم يديهم بهذا الثمن هذا ديال 500 درهم. التوصيل كاين جميع المدن وجميع الدول. دابا من بعد ما شاركت معكم هاد العبايات هادو، يلا تمشيو معايا نمشي نسيو بريكولاج. كنفتش على شي العيبات وكخصني نشريهم شي العيبات هيدا كي كيلصقوا في كوزينه. المهم يلا معايا نتوما تشوفوا. عم سيو بريكولاج لا لوسي زعما انا هذا غادي نجيب لي والو ديك الساعه سي قول لي راه هذا تاع الله خير. انا خذت لك الثمن. شو الحلاوه انا شو مسيو بريكولاج اللي كيعجبني هو اللي جا حدا مرجان. اللي كيعجبني فيه هو انه كيكون عنده بعض الحاجات اللي هما مختلفين ما كاينينش عند اي واحد. على داكشي مره كيعجبني هيدا نجي باش كناخذ فكره، نقدر نشري ونقدر ما نشريش، ونقدر نشري جوج ثلاثه اربعه الحاجات. فهمتوا اللي بغيت نشرح لكم؟ يعني كيعجبني هيدا نصطاد الغفلات ولا نشري بعض الحاجات اللي نشوف فيها وتقول لي شريني بحال هيدا. يعني شي حاجه كتكون مميزه ومختلفه وما كايناش كيعجبني هيدا نشريهم. كيكونوا كتشري شي حاجه وانت فرحانه بها. شو هاد النبيره صايره؟ 109 درهم زينه غاليه. ها غاليه هادي ولا طويله محمد؟ شنو هادي كتبر دابا؟ شفتي محمد وهادو عام هاد العيبات هادو نزل فيهم ليصوص واعرين شاب هذاك منو؟ ايوا جوينه. ما 200 وسوس. شو هادو محمد؟ مزيونين وتا الثمن ديالهم مزيون 23 درهم. شفتي هادو شحال؟ هادي 49 درهم وهادي هادي 89 درهم. شحال نعملو بيها هادي؟ نتوش بيها هادي؟ اه راه اختار شي حاجة عييت ما فكرناش الصباح الهواء دريه ماشي صراحه. جبرنا هنايا شحال من حاجه اللي كتكون بحال اللي قلت لكم مختلفه. مسيو بريكولاج كيكونوا فيه الحاجات مزيونين بزاف وحاجات مختلفين، وهذا الشيء هذا اللي كخلاني انني نمشي عنده نفتش ونشوف شنو كاين وشنو الجديد وشنو كاين بالضبط باش هيدا كنشري بعض الحاجه. ديالاش الغرسه؟ اه واه هادو اللي واعرين ياك عم شحال حاجه تنضج. شو هادي؟ شحال؟ 30000 فرنك رخيص. 89 درهم هاي. هي 19 درهم. شو هادي يا عمر؟ هذا هو الحق المشكل اللي يكون فيها ودا تقال لك صاحبين هاد الشقايق هاد صعيبة تنضفها. هادي التنظيف ديالها صعيب إلا حرقت لك شي حاجة وتخلي لك هنايا. لا وعاد هذا التوب يعني يتوسخ. شفتي هادو؟ ديالاش هادو؟ مزيان. خاصة عندي لي تشوكولاتة كنافة. واخا نعدلو لك دابا؟ نعدلو أنا وياك؟ يلا ضرب. هذا ليلي وهذا ليلك وهذا ربا وهذا ديال عمر. اوخا يلا غنعدلو بميلكا تبر بصح هادي مطحون. كتشري هاد الكريمه هادي هيدي كتبع ديت من واحد ونص ربع
18 درهم نقولوا هنايا، وحيتاش ما عندي لا مول لا حتى شي حاجه غنعدلوها هنايا، غنعدلها بهادي، غنحتاجو هادي. تبان الناس لي ما عندهمش المول يستعملوا غير هاد المول هذا. بالنسبه لهاد الكنافه كانت عندي في الفريغو، جبتها تطلق قبل، هي هادي كنقطع منها هذا الطريف هذا اللي غنحتاجوه صافي، وغنقطعو هيدا مقاس فتي وتتفتي وتتصغارين باش هيدا نحمصو في المقلة. وهي هاديك على بالي دبن شوكلاط كيدوب لي، وانا كنقطعو هيدا فتي وتت باش ندوب الشوكلاط. بالنسبة للشوكلاط عملت غير الما سخونين وخشيت فيه ميلكا هيدا بكاغي ديالها بكلشي، لاحظتو، وكتخرج لي هيدا على هاد الشكل، كتخرج لي دايبة، يعني ما كنحتاجش انني نعملها في حمام مريم باش كدوب، كنعملها غير هيدا وكدوب لي، كتعطيني واحد الشكل اللي هو مزيون باش كنبقى نطلقها انا بالشكل اللي بغيت. حاجه وحده هي انني شريتها بداك الزرزله. محمد اجي تشوف هادشي كيبان لي والو واقيل، واجي تشوف ها حمصتي كنافه شي دابا، حنا ما كنهضروش على كنافه الشوكلاط. شوف شنو مدخن مزيان هيدا، دهن ودهن دهن مغروفه ماشي دهن، هي بالحق هاد الكوارات جاني بحال اللي ما يخرج لي شي لا يخرج لي حق الشوكلاط الدهن، كيبان لك يخرج اش ما يخرجش. اللي قلت لكم هو انني شريت شوكلاط فيه هاد الزرزلة، وكان خصني نشريه حاس بي حسن، هادشي اللي كنظن حيت هيدا عذبني. المهم عملتو هيداك في الفريغو صافي، هنايا جيت باش كنفتت داك الكنافه وصافي، وكنحمصها هيدا على هاد الشكل في المقله باش كتجي مقرمله صافي. هنايا من بعد ما خرجت الشوكلاط من الفريغو خرجتو تقسح لي، وداك الساعه دوبت عاود شوكلاط اخر، وبديت كنعملو هيدا في الحواشي باش كنعمل الحاشيه باش من نجي نعمره بكنافه من داخل يعطيني الشكل اللي هو مشدود صافي. هنايا من بعد ما حمص كنافه كبيتها على هذا الشكل هذا، وغنزيد له داك البيستاج اللي قلت لكم شريتو، هاد البيستاج هذا كيتباعو عند الناس اللي كيبيعوا الحلوى وداكشي كيتباع هيدا صافي. شريتو هي هذيك عملتو هنايا في كنافه، وبديت كنخلط هيدا هيدا، صراحه بقات الشكل ديالها مزيون صافي. وهنايا عمرتها، دابا هنايا عاد بديت كنفرح شويه حيتاش قبيله تكون تعصبت من حسيت براسي بحال لي يعني ما غتزق ليشي، عصبوني داك الكوارات ديال ميلكا صافي. هنايا صافي عمرت على هاد الشكل، عاوتاني غنعمل شتيتو تشبر هيدي شويه في الفريغو، ومن بعد غنخوي عليها ميلكا اخرى على هاد الشكل هذا صافي. وغنبقى نعوطها بالموس حتى تعوط لي مزيان، وداك الساعه نعملها في الفريغو كتكون واجده. هاد الشوكولاط هذا تريند دابا حاليا، بزاف ديال الناس كيعملوه داكشي، ووليداتي عجبهم وبغاو حتى هما، وتا انا قلت علاش لا ما نجربوش صافي. جربته صراحه طلع مزيون، يعني طلع مزيون لكن زعما ماشي شي حاجه عادي، لكن الشكل ديالو مزيون، وكتكون عدلتي واحد الحاجه هيدا كنافه، والصراحه كنافه من داخل كتبقى مهرمشه. شفتوا على الشكل خرج، خرجت الشكل ديالو مزيون. العموره ياكل ويقول ما كيف نو، ويعطيك ليلك وكل يقول مزيان صافي. ما يعجبكش يكون مزيان، ما يعجبكش يكون مزيان حيت ضربت فيه تمارة هكا عم. شو عندك ما تقول لي قطع منها بس ماشي بيا الا بلي هيدا هيدا كي عطو بسم الله. لا غير وزيت شوكولاتة ونزل الدوس راسك هكا طبعا تمتم كيف جيتو جاطي بلاش نقول على ايه كل مطيف تينا، ما عندكش التذوق ياول. لا 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 ل
واو شوف شفتي محمد هيك قيس وقولي ما شطي انت حلو بزاف ناكلو وين كل حماق شو 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 تصلاصي صح بالبطانية أرنب طيب الشوكولاتة والله يا طيب زي الشوكولاتة وش هالطيب وش أنا طيب كنافة وانتي لو وصلتي لي انتي لا كتاكل عيد تقول لك تجود قران اه هذيك الشيء علاه قلت لك زيد العطايه خاوتو تجيو تضحكون